جديد أرحب بحضراتكم في المواجهة الثانية واللي بنلقي فيها الضوء على العديد من الملفات في الداخل والخارج. هنبدأ هذا النقاش عن نتائج عملية التنمية اللي بدأتها، ولكن قبل عملية التنمية أيضا زيارة هامة لرئيسة تنزانيا إلى الداخل المصري بملفات أهم ربما على الطاولة بين الرئيس السيسي والرئيسة التنزانية في أول زيارة لها إلى الداخل المصري. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم أستاذ عبد الحليم أنديل الكاتب الصحفي. أستاذ أنديل برحب بحضرتك. زيارة رئيس تنزانيا سامية حسن إلى الداخل المصري أول زيارة لها، طبعا تنزانيا دولة من دول حوض النيل، أهم الملفات برأي حضرتك وأهمية هذه الزيارة أيضا؟ يعني طبعا هذه الزيارة هي نفسها قالت إن أول مرة تزور مصر، وطبعا انتخاب سامية حسن كان حادث في تنزانيا. تنزانيا بلد مركب شوية، وجوليوس نيريري المسمى باسمه السد الذي تقام الذي تقيمه مصر في تنزانيا أو شركات المصرية في تنزانيا هو واحد من أعلام حركة التحرير الوطني في أفريقيا. وطبعا نعرف عمق ارتباط مصر تاريخيا بحركات التحرير الوطني الأفريقية، فالعودة إلى سماع المشاهد المصري المواطن المصري لأسماء من هذا النوع تنزانيا وسامية حسن كامرأة منتخبة في تنزانيا يخلق روحا جديدة، يعني هي روح رد الاعتبار للجغرافيا والمصالح الجوهرية للوطن المصري خاصة في حوض النيل. طبعا إقامة مصر أو اختيار مصر لإقامة السد كبير نسبيا في تنزانيا بيعكس السياسة المصرية. السياسة المصرية ليست ضد أي تنمية أي من دول الحوض النيل، لكنها ببساطة شديدة جدا تتبع سياسة لا ضرر ولا ضرار. نحن نعرف أنه مصر أيضا تساهم في سد في جنوب السودان، وساهمت من قبل في سدود في السودان، وتساهم الآن من فترة في سدود في الكونغو. فالفكرة الأساسية هي فكرة التعاون وحشد الموارد وزيادة موارد النيل كفيلة بأنه تعمم الخير على الجميع. وطبعا طبقا للقاعدة الواضحة في السياسة المصرية الراهنة اللي عبر عنها الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي مع الرئيسة سامية حسن حين قال أنه مصر يعني عبر من جديد بالشعار الكلاسيكي للسياسة المصرية الآن حول وجود اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. هذا الموضوع الذي يقلق على نحو عارم ملايين المصريين. طبعا الرئيس السيسي حارس كما هو واضح، وكما هو واضح في ما تصدره السياسة المصرية من تصريحات وإيحاءات حول الموضوع لا يقترب لا من بعيد ولا من قريب مما يجري في أثيوبيا الآن. هذا شأن داخلي رغم أي ادعاءات تقول العكس، لكن من المؤكد أن ما يجري في أثيوبيا سوف يكون له علاقة بموضوع النزاع. ودون الدخول في تفاصيل أعتقد أن الصورة المؤقتة الانتقالية الطابعة التي تتكون في أثيوبيا قد تؤدي إلى تجميد مشروع السد، بمعنى أنه يعود إلى صيغته الأصلية اللي هو صيغة تخزين 11 مليار متر مكعب وراء وليس 74 مليار متر مكعب. بنية السد ليست مؤهلة لهذا الكلام، وأعتقد أنه في مثل صيني دعونا نقف على حافة النهر وننتظر البوسس. أعتقد أن هذا موقف السياسة المصرية الآن. بالحديث عن زيارة إفريقية جديدة للداخل المصري، نقطة دائما نرجع لها أستاذ أنديل، كيف تطورت العلاقات والنهج المصري تجاه العقل أو تطورات العقل والاحتياجات الإفريقية الجديدة؟ لا هو ببساطة وصل من قطع في ظرف مغاير. طبعا التاريخ لا يعيد نفسه، لكن حقائقه الأساسية تبقى فعالة، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يأخذ بلده كده ويمضي بها إلى حيث ألقت. في قواعد جغرافيا وتاريخ وثقافة وخبرة تاريخية، وطبعا في متغيرات لابد من استيعابها. في زمن ما كان نجم مصر الأفريقي لامعا جدا اللي هو زمن حركات تحرير الوطن، كانت مصر هي الملجأ
لكل حركات تحرير الوطن في أفريقيا. أتذكر قولا لمانديلا حين زار القاهرة في التسعينات، وكان جمال عبد الناصر قد توفاه الله قبلها بأكثر من 20 سنة، حين كان يقول: وأنا كنت في الزنزانة بقف وشب، هو رجل طويل القامة نسبيا، لعلي أرى جمال عبد الناصر. لأنه الحقيقة حين زار القاهرة في زمن جمال عبد الناصر لم يتح له لقاء الرجل. فإلى هذا العمق وصل التأثير المصري في أفريقيا. فإحنا لدينا بنية أساسية، مش بس دورنا في دعم حركات التحرير الوطني، ولا دور شركة النصر للاستيراد والتصدير، ولا أدوار الأجهزة المصرية، كمان كان في أدوار للأزهر والكنيسة المصرية الحقيقة، بالانكماش الذي جرى عبر عقود طويلة جدا بعد حرب أكتوبر 1973، انكماش الدور المصري، انكمشنا بالأساس في أفريقيا، وتخيلنا أن العالم هو أمريكا وأوروبا. هذه النظرة طبعا جرى عليها تعديل، لا أحد يستطيع أن ينكر تأثير أمريكا ولا تأثير أوروبا، لكن كمان لابد أن تفتح العين على تأثيرات تزحف إلى خرائط الدنيا. ومن ثم اتبعت السياسة المصرية سياسة الاتجاهات المتوازية. لذلك تلاحظين أنه شركة استراتيجية مع أمريكا، شركة استراتيجية مع الصين، شركة استراتيجية مع روسيا، ما عادش لم تعود الفكرة القديمة الخاصة بالعلاقة الخاصة وبتاع كأنه سياسة نخجل منها يعني. طبعا هذا يزيد من استقلالية الدور المصري ومن تطابق السياسة المصرية مع المصالح الوطنية المصرية. قبل يومين أو أكتر كان في خبر بسيط اسمه تعديل اتفاقية كامب ديفيد، يعني لعلك تذكرين ويذكر الآخرون أنه أنا دأبت من أكتر من سنوات على الإشارة إلى ما يجري من تغيرات في الواقع الفعلي لسيناء، اللي هي باختصار أنهت عهد المناطق منزوعة أو مخفضة السلاح. وعلى حد تعبير المتحدث العسكري باسم الجيش المصري تعليقا على الاتفاق الأخير، أنه كل الجيش في كل سيناء. طبعا هذا التطور لم يحدث منذ ما قبل هزيمة 1967، وأنا عبرت عنه غير مرة بأنه التحرير الفعلي لسيناء أو وصل من قطع مع حرب أكتوبر 1973، مما يحرر الإرادة المصرية من قيود فرضت عليها في ظروف معينة ثم تغيرت الظروف. البوصلة هي مصالح الوطنية المصرية في سياستنا العربية وسياستنا الأفريقية وسياستنا الدولية في ظروف غاية في الصعوبة. تطور جذري في ملف متعلق بالوضع الأمني في سيناء، ولكن تطور تاني يا أستاذ أنديل دايما بنتابعه متعلق بإصرار القيادة السياسية على إنجاح المشروع الأكبر حياة كريمة. طبعا. كيف يتمثل ذلك في زيارات زي النهاردة؟ كان في زيارة للسيدة الأولى لقرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي لشمة في المنوفية، وخرج تقريرها عن أبرز يعني ما تم استعراضه أمامها وزيارتها. يعني كيف تعكس هذه الزيارات أهمية وأنه في تصميم على إنجاح هذا المشروع بكل أشكال؟ هذه الزيارات الميدانية سواء زيارة قرينة رئيس الجمهورية أو زيارات المسؤولين مهمة جدا. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة جدا هذا مشروع ضخم جدا لم يشهد الريف المصري الذي يضم أكثر من نصف السكان المصريين مشروعا طموحا كهذا المشروع منذ مشروع الإصلاح الزراعي في بداية خمسينيات القرن الماضي بعد ثورة 23 يوليو 1952. فكرة الجوهرية في ده مش بس في المبلغ 700، يعني احنا بدأنا من 500 مليار جنيه تقديرات إلى 700 مليار جنيه، إلى ضم مشروعات أخرى لهذا المشروع ليقفز الرقم أحيانا في تصريحات بعض المسؤولين إلى 900 مليار جنيه. طبعا القضية ليست في ضخامة الرقم، القضية ببساطة أنه فكرة تهميش قطاعات كبيرة من السكان، الدخول في ملف ملغوم من هذا النوع. طبعا التهميش أحيانا كنا نكرر الكلام عن تهميش الصعيد مقابل الاهتمام بالقاهرة ثم بالوجه البحري، الآن في تركيز مبالغ مش ليس مبالغا في تركيز كبير على انهاض الصعيد، والصعيد جغرافيا تسمح بهذا الانهاض لأنه شريطين شرق النيل وغرب النيل وظهير صحراوي، مما يسمح بإنشاء مدن جديدة ثم المناطق الصناعية. في كلام عن 17 مجمع صناعي في 15 محافظة، نصيب الأسد فيها للمحافظات
الصعيد. لو وضعنا ذلك في قلب الصورة اللي هي خاصة بالتوسع العمراني، يعني توسع شبكة الطرق، نتكلم عن في رقم اتقال 39 ألف كوبري من كذا، يعني معدل 38 ألف كوبري أو محور خلال الثمان سنوات الأخيرة، في طبعا قفزة هائلة في شبكة الطرق أو ثورة الطرق، هذه لا ينكرها أحد. طبعا أثرها على حوادث الطرق واضح أنه في تخفيض في عدد حوادث الطرق، ليس متناسبا مع الثورة الكبيرة، لأنه لا زالت هناك اختناقات في المدن، في قلب المدن الكبرى زي قلب القاهرة، لا زال الزحام الذي وسمت به القاهرة عنوانها إلى الآن أفضل إلى حد ما بشكل أو بآخر، في ولكن قلب الحقيقة القاهرة. لسه أنا يعني أتكلم طبعا لا أتحدث عن شرق القاهرة. نعم. شرق القاهرة في انفراج واضح جدا، لكن لا زالت مناطق في القاهرة، وطبعا وجود بعض المشروعات في قلب القاهرة قد يخلق هذا الزحام، لأنه لكن لا مفر، كما يجري مثلا في شارع الهرم واختناقاته الآن بمناسبة إنشاء خط الرابع من مترو الأنفاق. أستاذ أنديل، مسألة أو فكرة حياة كريمة، هذا المشروع الأضخم، إلى أي مدى سيحدث فارق، وإلى أي مدى ممكن أو يشعر به فعلا المواطن، لأنه إحنا عندنا أو بعض المواطنين عندهم بعض المخاوف من المشاريع الضخمة اللي بتعملها بروباغندا كبيرة. لا، ما هو ده، المواطنون عندهم حق، دايما الزباين في عالم التجارة يقول لك الزبون ده على حق، يجب أن نتخذ قاعدة أن المواطن دائما على حق، لأنه هو الذي يعيش وليس المسؤول، وفي تراث طويل جدا كبير ثقيل ضاغط من نظرية كل شيء تمام التي تتحدث بها البيروقراطية المصرية. نعم. لكن اللي بالمواطن اللي بيحتك بدوائر حكومية لا زال يلحظ نفس الكلام، مع التقدير للكلام الكبير عن الرقمنة وغيره وغيره، لا زالت هناك مشكلات ضخمة جدا 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 جدا، يعني سواء في الحقيقة في كل الوزارات، حتى لا أذكر أحدا بالذات، يعني في تطور الحقيقة، في فجوة كبيرة جدا بين همة الرئيس والمحيطين به وبعض الدوائر والأجهزة، وبين ركود البيروقراطية المصرية. وطبعا اخترعوا فكرة سيستم واقع بدلا من فوت علينا بكرة وهكذا، يعني لا زالت هناك مشكلات يجب التصدي لها. أيضا أنا أقيس تقدم حياة كريمة عند المواطنين، الإعلام أو اللي بيسموه بروباغندا، الإعلام له دور، لكن الناس بتسمع بعينيها دلوقتي، هذا عصر الصورة النافذة للمخ. فمعنى كده ببساطة على الإعلام أنه هو في المشروع الذي يستغرق حسب ما هو مخطط يمتد إلى 3 سنوات، أنه ينقل صورة للقرية قبل التطوير، وصورة وبعد. قبل القرية بقى للقرية ذاتها بعد التجديد. أيضا القياس بعدد المدارس والمستشفيات بالذات، وفيها نقص عظيم كبير فادح، أيضا بأنه وطبعا ما أؤكد عليه دائما من رد الاعتبار لفكرة التصنيع الشامل والعدالة الاجتماعية. انتهى وقتي، وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أنديل ضيفي الكريم، الكاتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل. مشاهدينا الكرام، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.